يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أحس الإنسان بخروج الريح من دبره فهل ينتقض وضوءه علما بأنه لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا؟ لا، ما ينتقض وضوءه حتى يجد ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، يجد العلامة التي تزيل الشك وهي الصوت أو الريح، هذا يزيل الشك. أما مجرد أنك ظنيت أنه خرج ولم يخرج هذا شك، والشك لا ينقض الطهارة، اليقين لا يزول بالشك. نعم.